السلام عليكم إخواني أخواتي مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في سفيرة جديدة. سفيرة اليوم من الأطلس المتوسط وبالضبط الطريق الرابطة بين مدينة خنيفرة وعيون أم الرابع، وللمسافة ديالها 46 كيلومتر حوالي ساعة ديال السياقة وسط غابات الأطلس المتوسط عبر الطريق الإقليمية رقم 7306 ثم الطريق الإقليمية رقم 7311. هذه الأخيرة اللي سالت فيها أشغال إصلاح والتوسيع مؤخرا. الطريق ولات رائعة والسياقة فيها ممتعة للغاية بعدما كانت مكرفصة ومضيقة. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش تدعمونا بلايك واشتراك وشجعونا بشي تعليق والمناطق والمدن اللي تبغيو تشوفوها في القناة، وفرجة ممتعة.
حوض المرة زيتك أنا لسدي ول أدي ولا يني الوالي ول ودي ولا ولدن وتبوني حروني نو ولي حوض المرة زيتك أنا لسدي ول ودي ولا يني الوالي ول ودي ولا ولدن تبوني حروني نو وين حب المرة دايت قد وادي ولد وادي ولد دايت وادي ولد وادي ولد دايت تموني حر ولينو مرة ديري داخل مرة ديري نانا جسدي ولد ادي ولد دايت وادي ولد ادي ولد ولد تموني حر ولينو وين حب وين حوافة المرة دايت قد ووادي ولد وادي ولد دايت ووادي ولد وادي ولد ولد وانتموني حرموني نوم مرة ديني ذاك مرة يدينا أنا جسدي ولد ادي ولد دايت ووادي ولد وادي ولد ولد وانتموني حرموني يا عيد غوارس وسيا يا مقيض ووادي ولد وادي ولد عيد وادي ولد وادي ولد ولاد انتموني حروني نوم يا عيد غوارس وسيا يا مقيض جسدي ولد ادي ولد عيد ووادي ولد وادي ولد ولد انتموني حروني نوم ويان دغوري وادي عايد غوارس وسيا يا مقيض ووادي ولد وادي ولد عايد ووادي ولد وادي ولد والناد انتموني حروني نوم
ودي ولداد ناد تمولي حروني نو يدو معاشري يدوني ذا يدرس ووادي ولد وذي ولدا يدن ووادي ولد وذي ولدا ولدا بتموني حروني نو وين حب المرة دايت قد وادي ولد وادي ولد دايدن وادي ولد وادي ولد دايدن دايدن تموني حرولي نوم مرة ديري داب مرة ديدن ينانا جسدي ولد اوين حوض المرة دايت قد ووادي ولد وذي ولد ايد ووادي ولد وذي ولد ولد وانتموني حرموني نوم مرة ديني ذاك مرة يدين انا جسدي ولد عايد غوارس وسيا يا مقيض ووادي ولد وادي ولد يدن وادي ولد وادي ولد ولد تموني حروني نوم عايد غوارس وسيا يا مقيض جسدي ولد وادي ولد يدن وادي ولد وادي ولد ولد تموني حروني نوم ويان دغوري وداي عايد غوارس وسيا يا مقيض ووادي ولد وادي ولدا يدين ووادي ولد وادي ولدا والناد تموني حروني نوم
وردايتي ووردي صديون وما خاو ناري
حقي سوى بالله وحمجم أو ما غاو المريض ويا تقضي لن تموم لواب يا واشي كمان كام صبون وصحي للغبا يحل اللي تسيل لبار ما قولت يا